زواج اش نقول لك؟ زواج ولد على 80 راه تلقاه شاب صغير عشرينات ثلاثينات تلقاه كيقراو بجوج معارفين جوج تعارف زيد حب وخلاص وكيبغيها وكتبغيه سوريا بلا سلمه وبخير وعلى خير ويتزوجوا ويديروا الدريه الصالحه النسابيت تكاتو. بالنسبه لي انا ما فراسيش هذا الموضوع وما مهتمش كاع اصلا بهذا المواضيع بحال هكا. ايوا هذيك حريه هذيك بالنسبه لي انا ما يعني ما عندي حتى شي علاقه بالموضوع واخا رئيس حكومه بالنسبه لي ما ندخلش في هذاك الشيء. واش غادي نقول لك انا ما تهتمش بهذه المواضيع واصلا ما عنديش عمق في السياسه يعني بالنسبه لنا 80 وكذا تعرفوا رئيس حكومه وولده ما يعني ما عنديش عليه علاقه ولا شي فكره ما عرفتش. وتبقى حريه شخصيه انه يتزوج انا غادي نمنعو ما يمكنش فهمتيني سوقو هذاك الشيء يبقى وهذا نظري. وخبا من العداله يقدر هو يجي وكاع نصرانيه ويقول لي بغيت نتزوجها يتزوجها. واش نقول لك؟ الزواج مختلط هو من راسي ونجبد نتلاقى شي سوري لاباس عليه غادي نتزوجو علاش؟ كل واحد حر في راسو دابا ها؟ خدا لاباس على التان والله ما كرهت السوري لاباس عليه مالي علاش خلي اختي حبيبتي تزوج سميتو خرج كاع من هاد القوقعه ديال با والصداع والمشاكل العثماني دار العثماني ما دارش العثماني ما دار والو داكشي ما الفوق الحكم جاي من الفوق داكشي اللي بغا يديرو كايديرو العثماني غير مسير ما فراسيش كاع واش كان شي زواج ولا ما فراسيش ما متبعش انا الاحداث ما على باليش بهم كاع كاملين داكشي تاع البلاد راه واقرا باين داكشي ديال الزواج داكشي ما فراسيش ما عرفتش.